مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، مجددا إلى أرض التين والزيتون، أرض المقاومة التي لا تقبل القسمة إلا على أبنائها. إنها فلسطين، فلسطين الحبيبة، كيف أغفو وفي عيني أطياف العذاب. من فلسطين وهنا في استوديوهات الرافدين معنا الشاعر الشاب عبد الله النسمان. أهلا بك عبد الله، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياك الله صديقي مصطفى، وحيا الله هذه البلاد وأهلها، وحيا الله هذه القناة وأيضا جميع العاملين فيها. تشرفت جدا بهذا. ونحن تشرفنا بتشريفك لنا في هذه الحلقة. عبد الله، بداية حدثنا عن فلسطين الشوق، وإن كنت قد خرجت من غزة حديثا إلا أن مشاعر الشوق لابد أنها تعتمل في نفسك. إلى أكثر ما تشتاق إليه في فلسطين، تحديدا قطاع غزة، تحدث بكل عفوية. قطاع غزة يعني المكان الذي ربما ظننا أننا إذا خرجنا منه سنحتاج وقتا، بعض الوقت لنشتاق مرة أخرى، لأننا قضينا أعمارنا فيه. لكن ما تفاجأت منه بأنني يعني كنت أريد العودة في كل خطوة يخطوها الباص منذ المعبر حتى المطار ومن المطار إلى المطار. لم أكن أعلم أن هذا المكان هو ساحر لهذا الحد ويضع فينا بصمته دون أن نعي أو دون أن نشعر. هذا المكان قطاع غزة هو الذي حافظ علينا وحافظ على صورته في أذهاننا. نعم. صورة الدمار القائمة هي التي نشتاق لا لأن نراها، إنما نشتاق لمحوها. نعم، يعني غزة هي التي دائما تكون هي صورة والمرآة لنا سواء فيها أو في البلاد خارجها. أحسنت عبد الله، ربما هذا الحديث يحيلنا إلى حديث من نوع آخر، وهو صورة الوجع في لوحة الصمود الفلسطينية، لسيما صمود أهل غزة، عن فكرة الثبات على الحق وإصرار الناس في قطاع غزة على مواجهة الاحتلال وإن بأبسط الوسائل، وإثبات أنهم الأحق بهذه الأرض والباقون عليها. كلمنا عن هذا الموضوع. نعم، هو ليسوا بحاجة لإثبات هذا. جميل. الحق مثبت، وحتى الاحتلال بنفسه يعي تماما بأن نعم. فلسطين لنا وهذا الحق مثبت. أحسنت. لكن موضوع أننا لازلنا نحافظ على ثباتنا نحن. نعم. أمام كل هذه الترسانة وأمام كل هذا يعني الخوف الممنهج من الاحتلال ضد أبناء قطاع غزة، لا أعلم، ربما نحن ضد أبناء الشعب الفلسطيني ككل، يعني نعم. غزة ربما كان يمارس عليها، ربما لأنني أنا من ضمنها وخرجت منها ورأيت. نعم. لا بأس. نعم. نحن الفلسطينيون ربما لدينا ميزة هو أننا إذا علمنا أننا على حق فلا بأس فيما سيحدث فيما بعد. لا بأس فيما سيحدث فيما بعد، ولا بأس بأن نتعرف أكثر على عبد الله النسمان بدقيقة. قل لنا ما تحب أن نعرفه عنك كمجتمع عراقي وكمتابعين من مختلف الدول العربية لبرنامج بيت القصيد. ماذا تحب أن تقول؟ عبد الله النسمان من قطاع غزة، وهذا بحد ذاته سي في كامل. جميل. جئت إلى اسطنبول لأرى شيئا من الحياة، ربما لأنني لم أسافر إلى بلاد غير بلادي سابقا. كنت أعمل مذيعا في إحدى الإذاعات والقنوات في قطاع غزة، إضافة إلى أنني أكتب الشعر وأفخر فيه بأنه جميل. فشة غل ربما، أو فشة غل ربما، وهروب من الواقع الافتراضي إلى الدفتر. وربما يعني إذا تحدثت عن نفسي في مجال الشعر فأعي تماما أو أقول بأنني أنا الذي أبكي فقط أمام القلم والدفتر. جميل يا عبد الله، ربما كان الشعر هروبا من واقع مرير إلى واقع مرجو ومتمنى. نعم. إلى المفتتح الذي تود أن تبدأ به هذه الحلقة من بيت القصيد، وشيء من شيء من الشعر في البداية، تفضل. نعم. كلنا شوق يا عبد الله. أقول تفضل. عيناك هارمتان، عيناك مرهقتان، دمعك ذابل، عيناك مرهقتان، دمعك ذابل. جميل. هذا الأنين
إجابة أم سائل؟ كيف الحياة وكل حي ميت بسذاجة المقتول يرقى القاتل؟ كثر الكلام وكيف يروي أبكم؟ كيف الحروف إذا توارى القائل؟ البيت لم يفخر بفيض عماده. الله. البيت لم يفخر بفيض عماده، تبكي البيوت إذا تناء الآهل. البيت لم يفخر بفيض عماده، تبكي البيوت إذا تناء الآهل. متثاقل ومقاتل ومهجر، يبكي جفاف اللحن بحر كامل. ما أجمل عزفك على بحر الكامل يا عبد الله، ليتك تزيدنا أيضا، لم نمل بعد، اقرأ ما تحب، زدنا من الشعر قصيدة. نعم، تفضل. أقول أيضا: أبصرت بعد عاما وعدت إلى العمى، فاللوحة الأبهى تخون المرسمة. الله، أعد. أبصرت بعد عمى وعدت إلى العمى، اللوحة الأبهى تخون المرسمة. خارت بدايات الجمال نهاية، تاهت خطانا بين لا ولربما. أعد. خارت بدايات الجمال نهاية، تاهت خطانا بين لا ولربما. صار المجاز الآن سيد قومه، وترى الوضوح الآن أضحى مبهما. الشوك يهدى في المحافل بعد أن قالوا بأن الزهر أصبح مجرما. يا الله. سهل علينا أن نصدق كذبة، فالصدق في كل المحافل أعدما. يا الله. سهل علينا أن نصدق كذبة، فالصدق في كل المحافل أعدما. والجهل من خط الحكاية كلها، صوت المدارس صامت لن يسلم. صوت المدارس صامت لن يسلم، لكن الأمل بأن يسلم هذا الصوت. دعني أستنبط من هذه الأبيات قولك: الشوك يهدى في المحافل بعد أن قالوا بأن الزهر أصبح مجرما، ولربما في قراءة مغايرة لما قصدت. أنا أتطرف أو أنحاز لزهور فلسطين وفتياتها غضات المبسم، اللواتي للأسف يستهدفن برصاص قوات الاحتلال صباح مساء. هذه اللحظة الفارقة في حياة كل فلسطيني ربما هي بحاجة إلى شاعر يوثقها. دعنا نتحدث الآن عن فكرة القصيدة الفلسطينية في ظل الظروف المعاصرة، ومدى التحام الشعراء مع ظروفهم الصعبة التي يعيشونها، لا سيما التي يفرضها عليهم الاحتلال الصهيوني. نعم، أرى بأن الشاعر الفلسطيني، أو بعيدا عن الشاعر الفلسطيني، دعنا نعمم في البداية، الشاعر يجب أن يكون ابن بيئته، ويجب أن يكون هو المصور الحقيقي والأصدق بقصائده لما يحدث في بلاده. بشكل عام في فلسطين، أنا أرى بأن شعراء فلسطين يجب أن يعشقوا بلادهم، أن يكتبوا عنها إذا عشقوا، وأن يرثوا شهداءها إذا أرادوا رثاء، وأن يهجوا محتلها إذا أرادوا أن يكتبوا هجاء. شعراء فلسطين يجب أن يسخروا أقلامهم لفلسطين. لمن لا يعرف الواقع في فلسطين، فلسطين هي بلاد تتوق الحياة لكنها مليئة جدا بالموت. الموت فقط هو عنوان المرحلة فيها، فيجب على الشاعر الفلسطيني بأن يعيد الحياة لفلسطين ولترب فلسطين وللأجيال القادمة في فلسطين من خلال قصيدته. لكن ألا ترى يا عبد الله معي وتتفق مع أصحاب الرأي الذين يرون بأن وجود الشاعر الفلسطيني ثابتا فوق أرضه لا يتنازل عن حقه
هذا بحد ذاته شكل من أشكال المقاومة والصمود وإثبات الحق، بل هو الشكل الأقوى وشكل الأساس من أشكال المقاومة. حتى وإن كتب الغزل. حتى وإن كتب الغزل. جميل. الشاعر الفلسطيني إذا أراد أن ينزه قلمه يتغزل فيما دون البلاد فقط، لكن الأساس في قلمه وأساس وعنوان قصيدته الأساس هو فلسطين. إذا أنت تريد لشعراء فلسطين أن يتنقلوا ما بين ألوان الشعر المختلفة وهم يحملون عنوانا عريضا، فلسطين. 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 جميل. إلى قصيدة جديدة ربما تكون عن فلسطين وربما لا، لا بأس، سنطوف عليها حتى كله. وإن لم تكن بظاهرها عن فلسطين فباطنها عنها. أقول الآخرون حكاية والأولون التكملة. الآخرون، الآخرون حكاية والأولون التكملة، بين المراحل تاه معنى المرحلة، لا شيء غير الموت حتى نأكله، بين الإجابات العقيمة كان سطو المسألة، بين المسافات التي تغتالنا، بين المسافات التي تغتالنا بتنا نتوق الأنملة، هذا فراغ قد تمرد والأسى غنى لنا كي نكمله. الله. هذا فراغ قد تمرد والأسى غنى لنا كي نكمله، الأغنيات الآن تخفي موتها، ألحانها باتت حكايا مهملة. يا الله. والدرب قد خان الخطى، والدرب قد خان الخطى، فمتى سندرك ما توارى في سطور المعضلة؟ فمتى سندرك ما توارى في سطور المعضلة يا عبد الله؟ متى سندرك نحن مجتمعون الكل الفلسطيني، متى سيدرك أن المعضلة منا وفينا أيضا، ليست فقط في الاحتلال؟ ربما كانت المشكلة الكبرى في الاحتلال، لكن فينا مشكلة أيضا، أليس كذلك؟ فينا المشكلة ربما التي تدمي أكثر من مشكلة الاحتلال، لكنها قابلة للحل، لكنها قابلة جدا، وأتمنى أن تحل قريبا من أجل أن يخرج الفلسطيني ويقول أنا ابن فلسطين مجتمعة ولست ابن فلان أو فلان أو من الفصائل. القسم هذا أو أحسنت يا عبد الله. عن حضور مصطلحات مثل المقاومة، الثورة، البندقية، الزناد، الحجر، الرصاصة، الانتفاضة إلى آخره، هذه المصطلحات التي تثبت أن هناك حالة يعني من الثورة داخل الروح الفلسطينية، لماذا نجد مثل هذه المفردات حاضرة لدى أكثر الشعراء خصوصا في مرحلة التشكل والتكوين؟ نعم، أنت تعي يا صديقي يا مصطفى تفضل. أن في البلاد الأخرى غير فلسطين هناك طبيعة معينة. نعم، هناك مختلف. الخضار وهناك الألوان في كل طبيعتها وكل أطيافها وكل جمالها. ربما بعض الأوطان العربية اليوم أصبح حالها أشد سوءا وألما من حال فلسطين. نعم، لكن ربما وجدوا يوما من الأيام اخدرار الأرض. نعم، التي نعم. لم نجدها في فلسطين. نعم، طبيعتنا في فلسطين أو الطبيعة الموجودة في فلسطين هي موسيقانا انفجارات، جبالنا وتضاريسنا أشلاء ودماء، نحن جبلنا على هذه الطبيعة، فمن الطبيعي أن يخرج الشاعر الفلسطيني يحمل مصطلح الانفجار والثورة، خاصة أننا كل يوم نحن مهددون بأن نفقد عزيزا علينا وأن الثأر يبقى قائما في نفس كل فلسطيني. لهذا وجدت هذه المصطلحات في القصيدة الفلسطينية على وجه الخصوص. كل فلسطيني ذاق المرارة من الاحتلال، هناك من تاق الحرية حتى وهو في داخل أسره، لأن غالبية الكبار الفلسطينيين سنا هم خاضوا مرحلة الأسر وأيضا المشكلة التي عانوها سابقا، إضافة إلى مرحلة التشكيل. أنا قلت لك بأن الطفل عندما يبدأ بالحديث يبدأ بما يتكرر بسماعه. نعم. أو ما يسمعه باستمرار. نعم، ونحن في فلسطين أيضا
نكتب القصيدة بما وجدنا وجبلنا عليه، إضافة إلى أن صياغة هذه المفردات يعني ربما تنظر بأنها صيغة في مكانها الصحيح عندما يكتبها شاعر فلسطيني حتى وإن كان صغيرا، من أجل أن يدرك الجيل 50,000 بعدنا بأننا كنا نعيش هذه اللحظة وبأننا كنا قائمين مصرين على البقاء في بلادنا وبأننا نحن الذين خوفنا وقتلنا ولكننا زرعنا جثثنا لم كما نتخلى ولم نبع ولم نستسلم ولم نتنازل. قفي يا دار، قفي يا دار، قفي يا دار، قفي يا دار وارتقبي ضياعي، قفي يا دار وارتقبي ضياعي، هنا يطغى المضيق على اتساعي. جميل. هنا خطت حكايتنا مماتا، شبعنا جوعنا بين البقاع. يقال بأننا أسد غدونا نتوق للقمة عند الضباع. مضينا، هل سيلقفنا سبيل أم الخطوات تهدى لانقطاع؟ ننادى مثل كبش العيد مكرا ونذبح دون ذنب باجتماعي. يا الله. ننادى مثل كبش العيد مكرا ونذبح دون ذنب باجتماعي. قفي يا دار، قفي يا دار، كم نرجو عناقا نقاتل فيه أزمنة الضياع. لعلنا ننتصر في النهاية، وهذا من المسلمات التي لا شك فيها ولا ريب. الآن دعنا نتحدث عن فكرة القصيدة الفلسطينية بتكوينها الحديث. شكرا يسلم يا عبد الله. يقال إن باب القصيدة الفلسطينية، وربما كثيرون يرون هذا الرأي، يقال إن باب القصيدة الفلسطينية أقفل بوفاة محمود درويش. ماذا تقول؟ أقفل؟ نعم. نعم، لحظة، أقفله ومضى. نعم، محمود درويش فتح الأبواب ولم يقفل الأبواب. هذه في البداية. محمود درويش ربما هو أنموذجا وربما هو يعني مشكاتا للكثير، يمثل أنموذجا وحالة متفردة لكن تحفز الآخرين، تحفز الآخرين. لكن لو سمع محمود درويش بأنه أغلق أي باب من الأبواب لاحتج وصرخ في وجه من يقول هذا. لا أظن أن محمود درويش أغلق أي باب. يقصدون بهذا القول إن الشعر الفلسطيني انتهى بوفاة درويش؟ هذا لا ينتهي الشعر الفلسطيني. الشعر الفلسطيني مرتبط بقضية يا صديقي، والقضية لا تموت ولا يموت الشاعر الفلسطيني. جميل. حتى وإن كان هناك يعني محمود درويش، يعني نعم نحن نعتز به كوجهة وقبلة للشاعر، لكنه إن مات فإن هناك من يحتدي بحدث محمود درويش ويسير على منهجه ودربه. وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل كما قال هو أيضا. نعم، ولا أظن بأن فلسطين حتى في العام أو في الجيل 10-12 من الأجيال سيأتي أحد الأجيال ويقول بأن الشعر أو القصيدة أوقفت بوفاة فلان أو فلان، مع تبجيلنا واحترامنا لهم للأسماء جميعها. لكن كما قلت سابقا بأن الشعر الفلسطيني، بأن الشعر الفلسطيني مرتبط بقضية، والقضية الفلسطينية لا تموت فالشعر لا يموت. القضية باقية والشعر الفلسطيني باقي، والقضية وشعرها لن يموتا طالما أن الإيمان موجود ومتجذر. نعم. كتجذرنا وإياك بهذه الأفكار العالية وبهذه النصوص التي تستحق أن تسمع، لكن لابد أن نخرج إلى استراحة الآن، ما رأيك؟ نخرج إلى استراحة. شاهدينا الكرام، إذن فاصل قصير، بعده نواصل هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. معنا هنا في الاستوديو ضيفنا الشاعر الفلسطيني عبد الله نسمان، المتجذر في الأرض الفلسطينية يحملها معه في حقيبته أينما ذهب. الاعتزاز بالقضية لابد وأن يبقى حاضرا في الروح الفلسطينية، لماذا باعتقادك؟ هل فقط من أجل إثبات أن الفلسطيني لا يزال متشبثا بحقه ولا يتنازل عنه، أم من أجل إذكاء روح الحرص لدى العربي وإذكاء المقاصد التي تتعلق بضرورة دعم هذا الفلسطيني والوقوف إلى جانبه ومؤازرته؟ لماذا دائما تجد الفلسطيني يحمل هم قضيته أينما ذهب وحيثما ارتحل؟ نعم، لأن هذه القضية وحب فلسطين والاهتمام بها هي مبدأ الفلسطينيين، والفلسطيني جبل على أن لا يتخلى عن مبدئه، فإذا خرج من فلسطين تبقى فلسطين حاضرة في قلبه، إضافة إلى أن الفلسطيني خارج بلاده هو سفير لقضيته، نعم، وسفير أيضا لأوجاع أبناء شعبه، نعم، فإذا تخلى عنها إذا خرج من هذه البلاد فهو، نعم، مشكوك، جميل، بأمره ربما. فالفلسطيني هو كما يمثل فلسطين فيها يمثلها في، نعم، دونها من البلاد. طيب يا عبد الله، بعيدا عن الإغراق بالتفاصيل، أريد إجابة بسيطة منك وتكون مباشرة. يعني نجد أن الفلسطينيين، ونحن منهم طبعا، وربما لا نكون منهم الذين أقصدهم وأعنيهم، نجد أن هناك في الفلسطينيين من يريدون من الكل العربي أن يناصرهم ويؤازرهم ويشعر بآلامهم، وتجد أن فيهم للأسف من أحيانا يناصر ظالما في بلد عربي ما لمجرد أنه مثلا يدعمه أو يشاركه الرؤية أو يتفق معه بصورة معينة. ألا ترى وتتفق مع من يرون بأن الذي يرفض ظلما في بلده عليه أن يرفض الظلم في شتى بقاع الأرض؟ نعم، بداية يعني هذه السلة القليلة، بعيدا عن الإشارة إلى بلد ما أو تفصيل، لا هذه السلة القليلة من الأفراد، نعم، ونتحدث في فلسطين، هي تمثل يعني نفسها وجيبها. فلسطين أرقى، جميل فلسطين أرقى بكثير من أن يعني تقتصر على أشخاص من أجل أن يقدموا دعم ما ويناصرون وهم قوم ظالمون. إذن أنت ترى بأن المبادئ لا تتجزأ. المبادئ لا تتجزأ، وأنا يعني آنفت قائلا بأن الفلسطيني بالذات إن كان فلسطينيا حقا فإنه لا يتخلى عن مبدئه ولا يتخلى عن كل جرح على امتداد الخريطة العربية الواحدة ويعتبره جزءا من جراحه. نعم، لأننا نحن الذين جربنا. أحسنت. ونحن الذين نشعر بمن جربنا. إلى الشعر من جديد، تفضل. الشعر من جديد، هذه من الأسطر التي أحبها. تفضل. لا شيء يوردنا الغياب سوى الغياب، لا شيء يوردنا الغياب سوى الغياب، لن يروي الظمآن نهر من عتاب، هذه البداية قد بدت عند النهاية لا مآل ولا مآب، نغفو فيوقظنا شعور مبهم في عقر الدار نغزى باغتراب. الله. نغفو فيوقظنا شعور مبهم في عقر الدار نغزى باغتراب، يغتالنا شوق لنا في كل أبيات القصيدة كل صفحات الكتاب، تهنى وبوصلة الوصول ملاذنا، تهنى وبوصلة الوصول الآن عانقت السراب، دفعت زكاة العمر لكن حينها لم يبلغ العمر النصاب. دفعت زكاة العمر لكن حينها. دفعت زكاة العمر لكن حينها. لم يبلغ العمر النصاب. أحسنت يا عبد الله، زدنا. لا فض فوك، ولكن لك أو عليك أن تكمل الآن حبا وكرامة إذا أحببت. تفضل. عجز الطباق عن الحديث بما جرى. عجز الطباق عن الحديث بما جرى. جيش الترادف من ذهول عسكرى
فرعون عاد الآن، صمت عارم هم لا يرون الآن إلا ما يرى. فرعون عاد الآن، فرعون عاد الآن، صمت عارم هم لا يرون الآن إلا ما يرى. عظيم. الموج يخشى مذ تراجع خطوة، والحب قد جمع الثريا والثرى. كنه الحقيقة قد تغير كله، والموت لوح للفتى فاستبشرا. كنه الحقيقة قد تغير كله، والموت لوح للفتى فاستبشرا. قيس يعود الآن يرجع عقله، ليلى تعود الآن تفتن عن ترى. والجرح فوق السطح يخفي عمقه، ظن الطبيب بأن تلاشى وانبرى. قوسان قد ضم الموارى فيهما، صوت هناك أتى هنا كي ينذرا. حتى الكناية أهلكت إبهامها، الله، حتى الكناية أهلكت إبهامها، والشوك أهلك زهره وتجدرا. سيزيف يلعن حمله يلقي به، عين اليمامة لم تعد كي تبصرا. من ينقذ الأخشاب من منشارها؟ من ينقذ الأخشاب من منشارها؟ فأنينها شهد الجراح وأنكرها. الله الله، ما أجملك ما أجملك يا عبد الله، بجد قصيدة ممتعة، فيها من الحكمة ما فيها، فيها من الوجع الكثير أيضا. الموج يخشى مذ تراجع خطوة، والحب قد جمع الثريا والثرى. حدثني عن مواكب الشهداء في فلسطين، وهذا يعني الاندماج الكامل ما بين الدم والدمعة على ثرى الشهداء الذين يرتقون بشكل شبه يومي. هناك قصص كبيرة، نعم، للشهداء في فلسطين. في فلسطين عندما نستمع إلى صوت القصف في البداية لا يهمنا البناء، نعم، لكن يهمنا مباشرة ما يخفي هدم هذا البناء. نعم. ننظر دائما بأنه كان على وشك أن يزف إلى حياته الزوجية بعد يومين، فتقف مخطوبته من أجل أن تبكيه راحلا شهيدا. نجد بأن هناك طبيب قد كان في المشفى مناوبا وفتح الإسعاف من أجل أن ينقذ الإصابة، فيجد أن من في الإسعاف هو شهيد، وقد يكون أخوه، يا الله، وقد يكون أخاه أو أباه. هذه القصص الموجودة أو المتواترة والمتتالية في فلسطين هي التي تصنع في دواخلنا يعني حب القضية، وحب أيضا بقائنا وتجذرنا في فلسطين. في الحرب الأخيرة كنا يا مصطفى، تفضل، ننام فنستيقظ، يا الله، نشكر الله بأننا بخير، ومباشرة نعد الشهداء لنحصي من فقدنا اليوم. يقول أحدهم: كنت أترك عددا من أبنائي عند أخي، وأخي يترك عددا من أبنائه عندي، بحيث إذا قتل أحدنا أو قصف بيت أحدنا يبقى شيء من ذرية أحدنا عند الآخر. هذا الألم الذي يورث يثبت أن هذا الشعب عنيد ولن يتخلى يوما عن حقه، وثأره مستمر. نعم، يعني من يفكر بهذه الفكرة بأن لي أبناء حتى وإن قتلنا كلنا، نعم، يبقى ابن واحد فقط ليرفع اسمي أولا ثم اسم فلسطين، وليشهد هذه المجزرة من أجل، نعم، أن ينتقب يوما ما، هذه الفكرة طالما هي موجودة، نعم، في ذهن. لكن المسألة أيضا مسألة استحقاق وحق ومستحق، تتجاوز، نعم، فكرة الثأر إلى فكرة طرد محتل اغتصب أرضا ليست من حقه من الأصل. نعم، ولكن إذا أراد أو إذا فكر هذا الطفل بأن يتخلى يوما، سيذكر موقف بأن هذا المحتل كان سببا بقتل أبنائه، كما كان سببا يعني احتلال بلاده منذ البداية. المشهد هو الذي يبقى متجذرا
فينا من أجل يعني أن نحافظ على فلسطينيتنا التي أصلا يعني لن نغدو إلا محافظين عليها شئنا أم أبينا. هذه القضية تمثلنا مثل ما نمثلها تماما. فلسطين عندما تنظر إلينا بعين العشم نحن لا نضيع عشمها فينا. جميل. من أجل هذا نجد بأن على مدار اليوم وعلى مدار العام وعلى مدار الدهر نجد بأن الفلسطينيين هم يحافظون على فلسطينيتهم سواء بأسرهم أو باستشهادهم أو بجرحهم. يعني عندما تجد شاب أصبح دون ساقين ويقول هذا من أجل البلاد، هذا من أجل البلاد، رغم أنه فقد حياته ربما في سيقانه، لكن الفلسطيني يعني ينظر إلى فلسطين هي يعني الشيء الأعظم من أي شيء قد يكون عظيما في الوجود. أحسنت يا عبد الله. وفلسطين تعتز بهذه النماذج المشرفة من أبنائها وأنت منهم ولا شك في ذلك البتة. الآن نريد الذهاب إلى قصيدة جديدة بين جرح وألم، تفضل. في جرح بيتين تخفي اللوعة الحقبة، في جرح بيتين تخفي اللوعة الحقبة، نحن السقاة سقينا حزننا أدبا، أكذوبة القرب تلقي الآن لعنتها، والشطر ينأى بعيدا كلما اقترب. جميل. أكذوبة القرب تلقي الآن لعنتها، والشطر ينأى بعيدا كلما اقترب، نحن المعارك أم نحن الجنود بها، لا يصنع النصر جندي إذا هرب. عظيم. نحن المعارك أم نحن الجنود بها، لا يصنع النصر جندي إذا هرب. إذا هرب هذه الحرائق كم كنا لها حطبا، لا ينفع الماء ها قد أحرق الحطب، ما أغدر الغيث ناداه الفتى ظمئا، لن يرجع الغيث ميتا بعدما شرب. يا الله. هذه الحروب ضحاياها أتوا كذبا، كي ينشدوا النصر أو يلقوا به الخطبا، الله يعلم الله يعلم أني ما خسرت هوا، لكن من جئته عشقا هناك أبا. الله الله ما أجملك. زدنا يا عبد الله، لا تتوقف. إلى ما بعدها. إلى ما بعدها. وهذه تفضل. القصيدة التي أحبها جدا. تفضل. وجدا. 90 عيبا في جمالك، لا بأس ما دام الفؤاد الآن صرح باكتمالك. 90 عيبا في جمالك، لا بأس ما دام الفؤاد الآن صرح باكتمالك، 90 جرما قد رأوا فيك فجئتك لاعتقالك، ورأوا بأنك كذبة وأرى الحقيقة من خلالك. عظيم. ورأوا بأنك نص بعد قاتل فوجدت نفسي في وصالك، ورأوا بأنك علة وأنا أداوى باعتلالك، ورأوا بأنك ذات ميل راقني لأرى اعتدالي باختلالك. جميل جدا. أنت السؤال وإنني أسقى الإجابة من سؤالك، أنا لا أنال الطيب إلا بامتثالك، وأرى بأنك ثروة والفوز يكمن في احتلالك، الحرب سطرها عناق، الحرب سطرها عناق قال لي، الحرب سطرها عناق قال لي، كل السلامة في قتالك. الحرب سطرها عناقا قال لي، الحرب سطرها عناق قال لي، كل السلامة في قتالك. الحرب سطرها عناق قال لي، كل السلامة في قتالك. وأنعم بها من سلامة حينما تكون كل اقتتالاتنا اقتتالات حب ومودة ورضا كتلك التي تقع أحيانا بين المحبين.
ليت كل الصعاب كانت تختصر وتختزل بعناق ورضا ما بين اثنين يحبان بعضهما. وأنعم بمثل هذه الحرب إن كثر مثيلاتها. عبد الله، رسالة إلى الشعب الفلسطيني الذي تحب، وأنت شاب يبحث عن أحلامه وطموحاته التي يرجو أن تتحقق. رسالة إلى الأقطار الفلسطينية التي أحبها جميعا. الفصائل الفلسطينية التي أحبها كلها. أرجو بأن تصل الرسائل التي دائما كنا نبعثها كشباب، بأننا نتوق إلى الحياة وأنتم تستطيعون أن تمنحونا إياها، ولكن لا أعلم إلى حد الآن لماذا تتوقفون عن منحنا هذه الحياة. نحن كشباب فلسطينيين نستحق بأن نجد اجتماعا نتوق إليه منذ زمن بعيد. وللشعب الفلسطيني سواء كان في فلسطين أو خارجها، أقول بأن فلسطين هي التي صنعتنا، فإياكم ثم إياكم أن تتخلوا عن لبنتكم وأن تكونوا دون أساس يوما ما. عن الشعر الآن يا عبد الله، ورسالة إلى قصيدة متمنعة، ماذا تقول؟ لماذا تتمنعين إلى حد هذه اللحظة؟ إلى كل شخص يستطيع أن يكتب القصيدة التي تستطيع بأن تكون ثورة في وجه الاحتلال، أو يعني قصيدة الحب العظيمة تغرس زهرة، نعم، تعطي ثمرة، نعم، تنقذ محتاجا أو تعينه، نعم، أو تلعن ظلمه. الفكرة في الشعر تتجاوز الاحتلال، فالاحتلال إلى زوال لابد أن يزول، نعم، يوما، والحياة باقية، نعم، والفلسطيني سيعمر هذه الحياة بلا شك بعد أن يكنس هذا المحتل من فلسطين. حدثنا عما تظن أن الشعر يريده منك يا عبد الله. الشعر يريد مني أن أكون على قيد الحياة التي أرجوها منه في كل مرة أكتب فيها قصيدة. وماذا تريد أنت منه؟ وأريد أنا منه أن يحتضنني دائما، هو الصديق الوحيد ربما الذي لا يفشي سر صديقه إلا إذا أفشاه صديقه. هو هذا الشعر، ويعني هذا هذه علاقتنا مع القلم ويعني الورقة. أقول قبل يعني أو دون قبل تفضل. أقول بأن كل من يمتلك قلما، من يقتل قلمه فإنه آثم 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 بالثلاثة، وهذه فتوى أخرجها ومسؤول عنها، لأن من قتل قلمه فقد قتل رسالته وقد قتل ذاته. ونحن لسنا شيء دون رسائلنا ومبادئنا وأفكارنا وذواتنا أيضا. للكلمة أن تعتز بك يا عبد الله، أنت مفوه ما شاء الله عليك، وتجيد اقتناص المفردات من أجل تكوين فكرتك وإيصالها عذبة سلسة منسابة كالماء إلى المتلقي، فيقرأ من خلالك أفكارك والكثير عما تود أن تنبهه إليه. إلى مسك الختام وشيء من الشعر من جديد، تفضل. مسك الختام، هذه مصرحة لفلسطين، تفضل. أو كيف لي ألا أراك وأنت في كل الأماكن شئت أم حتى أبيت؟ أو كيف لي ألا أراك وأنت في كل الأماكن شئت أم حتى أبيت؟ أنأى إلى سفر بغير حقيبة، أنأى إلى سفر بغير حقيبة، وأظن أني من تجاربي ارتويت. أنأى إلى سفر بغير حقيبة، وأظن أني من تجاربي ارتويت، وأجوب حارات الحياة وقد نسيت بأنني من دون بيت. الليل يقبل طيفه، جميل، والبرد يعزف لحنه. أنا لست من أهل المعاطف، فالمعاطف كذبة، وأنا الذي كانت بلادي معطفة، والتيه يصنع لي صروحا من سراب ثم يظهر مرفأه. من سار دون بلاده يغتاله فيض الحنين ونفسه لن تسعفه. يا الله، جميلة هذه الحكمة في الختام على ما فيها من وجع
يا عبد الله بورك بك وأرجو لك كل توفيق. للأمانة كانت حلقة جدا ممتعة رفقتك عبد الله نسمان. قبل الختام أود أن أسألك عن الإصدارات الشعرية، هل ترى أنها معيار ومن الواجب على الشاعر حينما يصل إلى مرحلة نضج معينة أن يقدم نفسه لجمهوره بإصداره الأول فالثاني فالثالث وهكذا دواليك، أم أن لك رؤية وخطة مختلفة؟ ربما قلت أنت المغزى في الأمر، عندما يجد نفسه ناضجا بنصوصه ويستطيع أن يقدمها فيجب عليه أن يخرج هذه النصوص. لكن الأمانة لديك من النضج الكثير، وهذا رأيي كمتلقي بعيدا عن فكرة النقد، أنا لست ناقدا، ولكن رأيي كمتذوق لديك من النضج ما يستحق أن يكون حاضرا بين دفتي كتاب. ربما يعني بيني وبين نفسي أنا خائف من هذه الخطوة، لأن هناك يعني الكتاب هو الذي يصبح صورتنا أمام الجمهور، وأخشى بأن يكون هذا ليس هو الشيء الأجمل، وأخشى بأن أقرأ كتابي هذا يوما ما وأقول ليتني تأنيت قليلا. فأنا أتأنى إلى أن يشاء الله عز وجل، وأنا يعني سأدرك يوما ما بأن هذه القصيدة يعني تستحق بأن تخرج وتمثل عبد الله نسمان في كل المحافل، وستخرج هي وأخواتها في كتاب من أجل أن تمثلني. الكتاب الذي ستكون أحسنت صورتي عليه يجب أن يكون يعني يمثلني بالشكل الذي أحبه أنا. عن كتابك الذي سيصدر يوما أعدك يا عبد الله أن تفتخر به وتباهي به أقرانك من الشعراء والأدباء والكتاب، لأنك صاحب رؤية وهوية ورسالة، وتحمل بين جنبيك وجع قضية. وصلنا إلى الختام، ماذا تقول في الختام؟ أقول في الختام وبعيدا عن الحلقة كلها، تفضل، من يعني من الأشياء التي يعني كانت أو من الأشياء التي كنت أتمنى بأن تحصل في إسطنبول هو زيارة استوديو بيت القصيد، وكان القدر بأن نلتقي. نحن السعداء أكثر نعم يعني هذه الحلقات التي وأنت تستحقها ولا شك. نعم أستمع إليها عبر التواصل الاجتماعي، ولم أكن أفكر يوما ما بأن الله سيسر الأمر بأن أصل إسطنبول وأجلس هذه الجلسة. ممتن جدا لك مصطفى أولا، ثم لهذه القناة ثانيا، ثم إسطنبول التي يعني جمعت الشتيتين كما يقال، وأيضا يعني جمعتنا بالكثير ممن أحببناهم وغادروا منذ زمن. لابد أن القصيدة دائما تجمعنا والشعر يجمعنا، وما ينتظرنا كثير يا عبد الله، وأنت تستحق كل خير. ذكرتني بأبيات دائما كنت أحب ترديدها عن فلسطين، ولا أذكرها كاملة لكنني أتذكر منها بيتين أقول فيهما: إنها مثل غزة المستخفة باللظى والعدو يبدأ قصفه، إنها تلبس الصعود إلى الله بثوب مخضب ومرفه. أحسنت يا عبد الله بما اخترت من قصائد، وأحسنت بما انتقيت من إجابات تركت أثرا طيبا ولا شك لدى الكثير من المتلقين. في ختام هذه الحلقة أشكرك على تشريفك لنا في استديوهات الرافدين هنا في برنامج بيت القصيد، وأرجو أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات، وإن شاء الله يكون قريبا إن شاء الله تعالى، وهذا يعني شرف عظيم والله لي. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بإذن الله وحوله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.